لو تحركت الشمس سنتيمترا واحدا من مكانها أو اقتربت الأرض منها سنتيمترا واحدا لاحترقت الأرض وأصبح من المستحيل العيش عليها. ما رأيكم في هذا القول؟ لتعرفوا حقيقة الأمر تابعوني في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مجددا في قناتي. هناك قول شائع بأنه لو تحركت الشمس سنتيمترا واحدا من مكانها أو اقتربت الأرض منها سنتيمترا واحدا لاحترقت الأرض وأصبح من المستحيل العيش عليها، وكذلك العكس لو ابتعدت الشمس أو الأرض سنتيمترا واحدا لتجمدنا. إليكم الحقيقة العلمية. الحقيقة العلمية هي أن هذا خطأ شائع، فالأرض تدور في مدار قطع ناقص إهليجي حسب قانون كبلر الأول، فهي ليست كالدائرة لها مركز واحد فقط، بل لها مركزان أي بؤرتان، تقع الشمس في إحدى هاتين البؤرتين. وعندما تكون الأرض في الأوج البعيد أي أبعد نقطة لها عن الشمس، فإن بعدها بالكيلومترات يقارب 152 مليون كيلومترا. وعندما تصبح في الحضيض أي أقرب نقطة للشمس، فإنها لن تقترب من الشمس سنتيمترا واحدا ولا مترا ولا كيلومترا ولا حتى مليون كيلومتر، بل ستقترب 5 ملايين كيلومترا لتصبح على بعد يقارب 147 كيلومترا. وتتم هذه الحركة في المدار سنويا، ولم يحدث أبدا أن احترقت الأرض وفقدت معالم الحياة عليها. ولكن يمكننا القول أن هذه المسافة التي تزيد وتنقص بمقدار 5 ملايين كيلومترا هي مسافة معتدلة بالنسبة للحياة على سطح الأرض من حيث كمية الطاقة التي تصلنا، والله أعلم. حسنا، في نهاية الفيديو لدي سؤال أريدكم أنتم من تجاوبون عليه. لماذا يكون الفضاء باردا جدا إذا كانت الشمس حارة جدا؟ سأنتظر إجاباتكم في التعليقات. إلى أن نلتقي في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم.